مساء الخير. هو سياسي أردني من مواليد الكرك، هو طبيب في الأصل، اختصاصه الأذن والحنجرة. هو عبد السلام المجالي، أهلا وسهلا. عين وزيرا للصحة ثم وزيرا للتربية والتعليم، تسلم الخارجية والدفاع بعد تعيينه رئيسا للوزراء عام 93 للمرة الأولى، عام 97 المرة الثانية، وقدم استقالته مرتين. كان عضو في مجلس الأعيان من 2003 إلى 2007 ونائبا لرئيس المجلس. ترأس وفد مفاوضات السلام المشترك إلى مدريد عام 91، وطبعا يعتبر أنه مهندس وادي عربة. كتب مذكراته وسجل بعض الحلقات التلفزيونية عنها، والكتاب هو تحت عنوان رحلة العمر من بيت شعر إلى سدة الرئاسة. أهلا وسهلا دكتور رئيس. دكتور رئيس، وأنا في طريقي إلى هذا المكتب مررت بعدة شوارع ودوار كما تقولون عن الأحياء في عمان باسم وصف التل. لم نتحدث ولو لمرة واحدة عن وصف التل في هذا البرنامج. أنت عرفته وأنت كنت وزير يمكن مع عندما كان هو رئيس الوزراء الأردني، وقد اغتيل سنة 71 في القاهرة. ماذا تتذكر من وصف التل؟ شكرا يا ستي. المرحوم وصف التل علاقتي معه، أولا هو أستاذي، درسني في السنة النهائية في مدرسة الثانوية في السلط الوحيدة في المملكة، وكان خريجا جديدا من الجامعة الأمريكية ببيروت، وعلمتها وقتها الفيزياء. طريقة تعليمه وطريقة حديثه مع الشباب لا شك تجعل كل الناس يحبوه، يعني نعجب به. فمثلا كان يقول الفيزياء هذه شغلة هينة، الفيزيكس يعني هذه شغلة هينة، هاي بتحط هاي على هاي بتطلع هيك، يعني هون الموضوع إلى درجة عجيبة عشقنا. دار الزمان أيضا، وأصبحت وزيرا معه في وزارته. وهو اغتيل ضحية لأحداث أيلول الأسود يعني. بس دكتور الرئيس، ما هي خلفيات هذا الاغتيال برأيك؟ نعم. اليوم بعد كل هذه السنوات ما هي خلفيات هذا الاغتيال؟ هو يعني كان حد وكان جازم وعنده شخصية، يعني لما بيتكلم تقريبا بفرض حاله على الموجودين، فرض تقريبا من منطقه ومن سلاسته، مع أنه شكلا ما كثير بيساعد يعني، بس لكن بتشوفي فيه يعني صفات الرجولة ومتعلم، وهذا أمر في غاية الأهمية. طيب أنا حكيت عن وصف التل لأتحدث أيضا عن أحداث تركت بصمتها الكبيرة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي أيلول الأسود. هل كنت في داخل السياسة في ذلك الوقت؟ هل 70 بتقصد؟ نعم. هل يعني قاربت القرار بضرب المخيمات الفلسطينية يومها؟ أولا يا ستي طبعا عاشرتها وعشتها، وكنت وقتها شاهد عليها، مدير خدمات طبية في القوات المسلحة إطلاقا يعني، وكنا نتعاون معهم. يعني مبدأ الفدائيين كان مبدأ هائل جدا، يعني خاصة بعد هزائم العرب اللي قبل ذلك، فكانت الناس محبطة، تحتاج إلى نوع من الفكر الجديد والحركة الجديدة. فلما خرجت الجميع، حتى الملك حسين الله يرحمه كان يقول أنا أول فدائي، وهو يتعاون معهم. فاللي صار بالضبط أنهم كانوا يقوموا بأعمالهم داخل الأرض المحتلة. كانت إسرائيل قاسية قسوة فظيعة، بحيث ضغطت عليهم بشكل هائل، يعني خرجوا من الضفة فجلسوا في الوادي الأردن اللي هو بين الأردن وبين فلسطين، جلسوا هناك وبرضو استمروا في المناوشة، وطول الوقت والجيش يحميهم، يعني خصوصا طبعا بعد 67 الكلام، الجيش يحميهم، وتمركزوا في منطقة اسمها الكرامة، وبرضو
اليهود تابعوا ذلك وضربوهم ضربا قاسيا، فخرجوا إلى المدن، إلى الجبال وإلى المدن. لما دخلوا في المدن يعني أصبحت المشكلة هناك، أولا هم متعددين المنظمة، يعني عدة منظمات. الشيء الثاني يعني محدودية، وكل واحدة كانت يعني بشكل ما مع ناس آخرين من خارج الأردن، إشي بيحب الأردن وإشي ما بيحب يعني الأردن. يعني حلفاء للدول العربية الثانية طبعا، يعني بس وقت نقول خارج الأردن هي دول، تحالفاتهم هي مع دول أم من؟ مع دول بالغالب، ودول عربية غالبا دول أو مؤسسات الدولة اللي موجودة هناك أو أحزاب مناوئة للفكر الأردني. فلذلك كانوا يعني هاي المعرفة، هاي المنظمة مع الجهة الفلانية، وهاي المنظمة مع الجهة الفلانية ومع الجهة الفلانية، كان معروف ومختلفين في بعضهم. فتوزعوا في عمان، كان لهم أكثر من 280 قاعدة، كل قاعدة فيها مسلحين وكذا وإلى آخره. بدأوا يتدخلوا في الشؤون الداخلية في البلد، يعني حتى بالتجارة، بالعلاقات الإنسانية، إذا اثنين اتخانقوا بيجوا هم مثل الشرطة عاملين، يعني في وقت ما كانوا كأنهم دولة في داخل دولة. طبعا هذا شيء ما حدا بيقبله، لا الناس ولا الكذا. فيعني كانت حزة، وكانوا يخطفوا الناس. يعني أنا من الجملة، أنا خطفت مرتين، مرة وأنا وزير خطفت من قبل منظمات، من قبل أحدى المنظمات، ومرة وأنا في بيروت. طيب كنت ساكن في بيروت. رح نحكي عن موضوع بيروت بس هون، ليش خطفوك؟ لماذا خطفوك؟ يعني أي منظمة خطفت؟ لأن وزير كانت أظن القيادة العامة أحمد جبريل أو شيء من النوع. وبالصدفة اللي خطفوني في بيروت هم نفسهم. لصالح من؟ لا أدري، سألتهم ماذا تستفيدوا من هذا؟ يعني خاصة في بيروت لما أخذوني في بيروت، قلت لهم أنا إنسان قدري، أؤمن بالقدر، هلأ بطلع من هون تضربني جلطة بموت، تضربني سيارة بموت، لكن لو أذيتوني ماذا سوف يحدث لأعداد كبيرة من الفلسطينيين موجودين عندنا في البلد، هالعشيرة، هالحمولة، هالعائلة، شو رايح تسوي؟ رايحة يعني تتعرض لناس أبرياء، ماذا تستفيدون من ذلك؟ شو كان الجواب؟ ما هو جواب يعني لماذا نخطف عبد السلام المجالي في بيروت؟ أعتقد وقتها يعني طبعا ما قالوا، لكن أعتقد السبب أنه أنا كنت وزير سابق، أنا ابن عم قائد الجيش اللي هو حابس المجالي واللي هو صار القائد العسكري العام، فيمكن إذا أخذوني ربما يعتبر يعني نوع من ال يعني نوع من الشيء الذي يستطيع أن يفاوضوا عليه شيء للملك، أو علاقتي مع الملك الله يرحمه يعني بيكون عزيز عليهم، يعني بيستخدموني ك. بس هو كان في رسالة معينة، يعني إطلاق سراح بعض المعتقلين أم رسالة سياسية؟ والله أنا لا أدري ما الذي كان. كيف أطلقوا سراحك بالمرتين؟ كيف أطلقوا سراحك؟ أول مرة أخذوني كان هنا في نفس عمان، وكان معي ابني وأخويا، فقعدنا يمكن بجي ساعتين ثلاثة ما حكوش، بس قال شغلي، قال بسألني بتعرف ليش الطخ اللي قايم كان فيه يعني رصاص باستمرار؟ قلت له لا، ليش؟ خير إن شاء الله. قال لي لأنه طبعا يدعي أن الشريف ناصر خال جلالة الملك، والأمير حسن بدهم يقوموا بانقلاب ضد الملك، وإحنا جايين مع الملك. قلت له أنت بتضحك على مين؟ بس الكلمات. فأمر طبعا استخدام صحيح الحكي، لكن هكذا الحجة اللي أعطوها. بعد ساعتين كذا هيك تركوني ورجعت، رحت على الوزارة وكملت شغلي. وفي بيروت؟ في لبنان لا، في لبنان خطفوني أنا وزوجتي وأولادين اثنين، كنا في فندق اسمه أتلانتيك في بيروت، اجوا الساعة 3 الصبح
على الأوتيل. طبعا بدي أختصر الكلام لأنه طويل. فدقوا الباب على الأوضة، صحيت زوجتي بتقول لي في ناس على الباب. فطلعت على الباب بقول لهم مين مسكر أنا الباب؟ قال افتح، أنا اسمي ياسين. شو ياسين؟ قلت له مين ياسين؟ قال لي افتح. فتحت الباب قليلا وإذا البندقية لوجهي. سكرت الباب، تركته، طلعت على البرندة تاع الفندق على أساس أني أروح للأوضة اللي بجنبي. فنطيت من البرندة اللي تبع غرفتي بالطابق الخامس للي بجنبي، أنا بعرف في واحد هناك، ودقيت عليه على الباب، أنه على باب البرندة على أساس. لكن وأنا بدق الباب بقول لنفسي طيب واحد ما بيفتح باب بيفتح باب برندة. قلت هلا بلحقوني، طلعت للي بجنبها. بالاخر قررت اني انط لتحت من الطابق الخامس للطابق الرابع على اساس انهم ما قدروش يجدوني في ذلك الطابق. فبالصدفه طلعت هيك وادي في بركه السباحه تحت. قبلها كنت في نيجيريا بالصدفه وبتعلم السباحه لحالي، غطيت على طرف السباحه ضربتني بركبتي. بهذيك اللحظة اللي شفت البركة وجعتني رجلي، قلت طيب أنا بركي قدامي العادي ومش قادر، فكيف أنط؟ بطلت. بعد شوي سمعت إطلاق النار طا 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 طا، قلت أكيد قتلوا زوجتي أو قتلوا بصرمين. بعد شوي إذا فتحوا الباب وإجوا علي، أرفع إيديك أرفع إيديك، رفعت إيدي، امشي. قلت لهم ما بمشي. لا ما أدري إيش قالوا، عليك أمان بس امشي. لما دخلت دخلوني على الأوضة، طبعا أنا متوقع أنه زوجتي هناك وولادي في الغرفة المقابلة اللي بجنبها، ما لقيتها. قلت أكيد فاتت عند الأولاد وأمينة. فقال لي يلا، مسك أواعي على الكرسي، أعطاني إياهم على أساس امشي. لما وصلت الباب، إشي عجيب بني آدم، لما وصلت الباب تذكرت انه زوجتي ما معهاش فلوس، وانا معي 800 ليرة لبناني بجيبة البنطلون. فرجعت، قال لي وين رايح؟ قلت له مش بنطلوني، بدي اغير البنطلون. قال لا هذا كويس. قلت له لا مش كويس. رميت البنطلون تحت التخت مشان تاخذه. اجت بعدين اخذته. المهم اخذوني بالسيارة، إنسان عقله عجيب. لما نزلت وإذا اللي ساكنين في الأوتيل كلهم محجوزين وكل واحد فوقه رشاش. أي سنة هاي؟ سنة 70 أيلول، 23 أيلول. فأخذوني على يعني لبرا، على يعني برا الأوتيل. فلما وصلت السيارة قلت أنا بدي أعرف رقم السيارة حتى إذا الله نجاني أعرف مين هم. طلعت وإذا نمرة مكتوبة كويتية والسيارة اسمها سيجما. المهم ركبوا لي واحد من هون وواحد من هون ومشيت السيارة. وهون بندق رصاص، يعني البندقية من هون ومن هون، وعاد أنا بالبيجامة. أخذوني وإذا طلعوني لعاليه. وين رايحين؟ قلت هذا أكيد ماخذيني إلى سوريا. ففعلا أخذوني في صوفر اللي بجنبي بيسألني قديش الساعة. طلعت على الساعة، الساعة 3 الصبح، ساعة بالصدفة رولكس ذهب ألمظة، أعطاني إياها أخوه الشيخ زايد، وداني سيدنا أنا أحكمه فأعطاني إياها فلابسها. فقلت له الساعة، قال لي أعطيني الساعة. قلت له لا ما بعطيك، بتعطيك ما بعطيك. تذكرت انها ذهب، قلت ذهب ايه بقتلني وباخذ الساعه، ساعه ذهب بتسوى هذيك الايام عشرات الالوف. فعطيت ايدي عليها وما قمتها حتى دخلنا دمشق. ودخلت دمشق ولا حدود ولا شيء، يعني قطعنا. كيف اطلق سراحه؟ نعم كيف اطلق سراحه؟ كيف اطلق سراحك هيك؟ قالوا لك نعتذر وخلاص ما تواخذنا؟ اخذوني الى يعني قصه طويله. بعد لما طلعوا النهار الصبح صار وكذا وجابوا له افطار،
إلى آخره. رجعوني، كان كنت في دمشق، طلعوني لمعسكر في دوما وردوا رجعوني الظهر تقريبا. فدخلت واحد شاب اجاني وبيقول لي احنا متأسفين يعني أخطأنا معك وكذا والى اخره، فالان بدنا نرجعك لبيروت، لكن في واحد من القادة المنظمة بحب يشوفك. اهلا وسهلا، استنيتها، لكن بعدها صارت الدقيقة ساعات ما كان يجي، وكل ساعة طلع على الساعة. وقتها دخل الخوف إلى قلبي، قلت رح يقتلوك. أما قلت هلا يعني بأي لحظة بقتلوني، قبلها ولا إشي، يعني مثل ما هلا كيف بحكي معك، كنت بحكي معهم وأنا بالسيارة وأنا بالقاعدة، وحتى أخذوني على القاعدة ولا إشي، لكن لما قالوا بدهم يفرجوا عني دخل الخوف إلى قلبي. المهم قال لي متأسفين وكذا، قلت له اسمع يا أخي، أنا إنسان قدري مثل ما قلت لك قبل شوية، يعني لو قتلتوني وكذا كم فلسطيني رايح يفقد حياته بسبب هذا الأمر، مش عيب عليكم. قال لا أخطأنا وما أخطأنا، وتعرف الثورة بتخطي ومش عارف إيش ولا، بس رجاء لا تقول مين إحنا. قلت له شو بدي أقول لهم، مش فركبوني بسيارة، نفس السيارة رجعوني لبيروت. وصلنا للصنائع، وقف لها قال أنا ما بقدر أوصلك، بس تأجر لك تاكسي وروح. قلت له بس ما معي مصاري. قال لي لا أنا بدفع له، فدفع له التاكسي وداني على الأوتيل. قبل ما أدخل الأوتيل بسمع الصوت الراديو لندن، ساعة كانت بعد الظهر يمكن ساعة 4 إشي من هالشكل، خطف الدكتور عبد السلام المجالي وزوجته وأولاده، أول مرة بسمع له، مع أنه من الشام خلوني أحكي معها تكة، مسك التليفون هلو أعطيني بيروت، بيروت أعطيني الأوتيل، هلو أوتيل أعطيني الطابق الخامس الغرفة كذا، ها مرحبا. قلت لها أنا كمان شوية جاي، يعني طمنت. لكن لما رجعت وإذا كانت مخطوفة هي والأولاد، كانوا مخطوفين، مخطوفين وماخذينهم على صبرة وشتيلة وحطوهم هناك والى اخره. لكن قبلها قبل ما ياخذوها بتحكي لي هي القصة، وهي طالعة لما فاتوا عليها وكذا الى اخره، يلا امشي امشي. قلت له بس دقيقة البس، يعني انا في قميص الدوم يعني بس البس بدي اطلع برا. لا ما قامت رشود ضربوها قدام اولادها، فأخذوها، لما أخذوها للليفت للأسانسور وإذا في دم كثير، قالت أكيد إنها قتلوا. هي بتقول لي فكرت إنه قتلوك، بقول لهم مش عيب عليك وتقتلوا، قال لا هو اللي طخنا. قالت له كيف هو، ليش معه سلاح؟ ما معه سلاح. المهم طلعت لما حطوها بالسيارة لقت واحد منهم مجروح، يظهر لما طخوا برا اجت الطلقة فيه. طيب. فجرة. ما في أمن لبناني، ما في أي ولا شيء. ولا لبناني ولا حدا. إحنا عم نتكلم في عهد الرئيس سليمان فرنجية. ليلة استلم الحكم. يوم السبت. استلم الحكم وراح إلى مؤتمر القمة، ويظهر في مؤتمر القمة صار الحديث هناك والضغط على المنظمة إنه تفرج عني. أعتقد هذا اللي صار. انت معروف عنك شغلتين، يعني اليوم وقت بدنا نؤرخ نوعا ما عبد السلام المجالي، في مدريد بالوفد المشترى وفي وادي عرب. لنتكلم عن مدريد في 91، لماذا اختارك الملك؟ اعتقد اولا هو بيعرفني، ثانيا يعني بيعرف اني انا يعني متجه للسلام، بيعرف تاريخي، يعني انا اشتغلت في الجامعة واشتغلت بالجيش، يعني قصص كثير، وطبعا أنا أعرفه قبل ما يتولى الحكم، فأيضا يعني في علاقة ذهنية كثير مع بعض. كما فهمت أنه حاول يجيب ناس، فيظهر كان أمرا صعبا، خافوا يعني مش كل واحد بيقبل. يظهر أنه حسب الحساب وقدر به أنه أنا إذا رحت يمكن تضبط أكثر.
يمكن تجربتي في الجامعة، أني أنا ولو أني عسكري يعني على الأقل كنت في الجيش، وجيت إلى مؤسسة أكاديمية صرفة، وفي أيام كانت الفدائيين والفدائيين، هذا الحكي كان سنة 69 70 يعني 70 71، واستطعت إني في خلال فترة قصيرة يعني أن أمسك الجامعة مسكاً جيداً، ليس بقوة عسكرية وإنما بالمعاملة، ونجحت التجربة نجاح أعجبه كثير يعني. أنت ما خفت يعني، ما ترددت ولا لحظة يعني وقت أصلاً. كنت بالصدفة كنت في باريس وضربوا لي تليفون بيقولوا إنه جلالة الملك حابب يشوفك، وعرفتش ليش. رجعت لعمان، طلعت لعنده، أمرك سيدي؟ قال لي والله أنا اخترتك ترأس وفد السلام لأنه قررنا نروح للسلام، شو بتقول؟ قلت له أمرك. قال شو يعني بما معناه بده يسدي شو بدك؟ قلت له أبدا، أنا جندي وأنت قائد، فالقائد بأمر الجندي والجندي بروح ما قال له القائد. قال لي أبدا، قلت له أبدا، وفعلا أبدا. طيب وتوصياته هو في مدريد؟ لما اجيت اودعه انا ما بفهم خصوصا بالدبلوماسيه يعني، فطلعت عنده مشان اساله شو توصياتك، شو اللي بتريده. طبعا سمو الامير الحسن كان هو اللي يعني الدراسات قضيه السلام والسلام كلها موجوده عنده، التقيت منه وفهمت يعني منه بالضبط شو اللي موقف توجه. فقلت له شو بتأمر سيدي؟ قال لي انت تطلب مني اني اقول لك شو تسوي؟ ما تقبله انت اقبله انا والشعب الاردني بيقبله. طيب رحتوا بوفد مشترك ما هيك؟ نعم. طبعا انا رئيس الوفد المشترك. يعني مين كان فيه من الشخصيات في هذا الوفد؟ اردنيين؟ نعم. كان معي مروان المعشر، كان معي جواد العناني، معي والفلسطينيين. الفلسطينيين كمان هون شغلة سياسية، لما سوى الوفد الوفود كلها كانت 14 14. نعم. احنا كنا 7 أردنيين و7 فلسطينيين، يعني الملك حسين وافق معهم انه يكون الوفد الفلسطيني او الممثلين الفلسطينيين هم من الوفد الأردني. كان دكتور حيدر عبد الشافي مش في مدريد؟ نعم. فائض عرقات كان في تشنج، بس لازم تسمعي هاي الكلمه. نعم. فلما الفوا كانوا الاسرائيليين اولا لا يقبلوا اي واحد ينتمي الى المنظمه، لا يقبلوا اي واحد من القدس او له ملك في القدس، يعني شروطهم كانت صعبه ولكن تغلبوا عليها. الملك حسين بحصافته وذكائه وقدرته لما عين ال 14 7 أردنيين و7 فلسطينيين، طبعا السبعه الفلسطينيين هم اللي عينوهم، من الجزء الاردني 2 عينهم من القدس، انور الخطيب اللي كان محافظ القدس ووليد الخالدي ابن القدس، عينهم في الجزء الاردني. ما قدروا يعترضوا عليه. طيب وكيف كان يعني، هل كان في تشنج بينكم وبين الفلسطينيين؟ أبداً. يعني كان يعني اولا هم بيعرفوني مليح وانا بعرفهم، بس شو قال انه كان الرئيس ياسر عرفات عم بيعطيهم نوع من ارشادات من الخارج؟ طبعا باستمرار كانت التوجيهات من المنظمه، من المنظمه كل الوقت. ما صار بيناتكم اشكال بهذا الموضوع؟ ابدا. طيب اليوم وقت ترجع بدك يعني تعطي خلاصة عن مدريد، لماذا حصلت مدريد؟ سيدتي يعني شكراً أنك تسألي هالسؤال، لأنه قليلين من الذين يفهمونه. يعني أنا بمتابعتي يعني أفهم بالضبط كيف نظرة الغرب للقضية الفلسطينية. الغرب كان متأثر بشكل بالدعاية الصهيونية أن فلسطين أرض الميعاد لليهود بس، أي أنه لا يوجد شعب آخر وتاريخ آخر.
هاي الصورة الموجودة نعم. هناك، لكن وأن الأردن هو فلسطين ويسمى بالوطن البديل، كانوا معبين الصحافة والإعلام في الدنيا كلها يعني. فلما رحنا أول مرة هالعالم كله بشوف مجموعة فلسطينية ومجموعة أردنية different، حتى كان لنا خطاب ولعبد الشافي خطاب، فشافهم أنهم لا هذا أردن، وشاف أن حنان عشراوي وعبد الشافي بيتكلموا كلام عظيم، كلام سيفل، كلام مدني، كلام حضاري. ولذلك الهالة اللي كانوا حاطينها انكسرت. كانت أول بذرة هناك في مدريد، حتى ألط رأساً لأوسلو. نعم. البذرة الضخمة إجت أنا باعتقادي في أوسلو. صحيح. ولا بقول لك مشكلة أوسلو، في أوسلو أول مرة في التاريخ يعترف الصهيونية تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وبوحدته برا وجوا على أرض فلسطين ولو مترين. هاي 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 القوة. نعم. اللي كسبوها يعني هذا الأمر، البذرة هاي كبرت. إذا في إشي اسمه شعب فلسطيني وإياهم اعترفوا. طبعا اتهم رابين وبعديها اتهم بالخيانة العظمى وقتل. ليش؟ لأنه كسر المبدأ الصهيوني الذي يقول كل فلسطين إلهم، أي أن يعني الفلسفة كلها كسرها. رابين ما بيقدر يعترف بقيادة فلسطينية إلا إذا ألغى قانون اسمه قانون التحدث مع البي ال او من الكنيسة. أي واحد بيتكلم مع البي ال او مع المنظمة أو بجلس بجنبه على كرسي يعاقب 3 سنوات سجن. فكيف بده يساوي؟ لازم يلغي القانون. كيف بيقدر يلغي القانون؟ بده يسوي شيء. والإسرائيليين مثل العرب بيحبوا البطولة. نعم. فشامير حاول يطرد 12 بتموز ما قدر. ايه؟ من حماس. إجا هو طرد 412. ربيع. وين وداهم؟ للبنان، ما وداهم لعمان. اولا لانه بالجدول الاعمال بيننا وبينهم ممنوع التهجير. اثنين لو وداهم لعمان كان ذابوا، لانه كلهم هذول لهم قرايب، كل واحد بيروح عند قرايبه، بينما في لبنان لا يعرفون احدا، فظلوا قاعدين بالمخيم. وجاءت السي ان ان والبي بي سي والدنيا وكل هالعالم اجت، وصارت هجمه فظيعه في العالم انه هذا عمل سيء جدا على اساس انه لازم. بعد شهرين بالضبط اجتمع الكنيسة والغى القانون وبدات مباحثات اوسلو سريا. ما كان بيقدروا يسووها علني اصلا، ولو سووها علني عمرها ما بتمشي. وكان في قناه اخرى في واشنطن يعني تقوم بمحادثات يعني سموها. فسووها على هذا الاساس. فما كان بيقدر رابين يعمل إلا يعمل هذا الحكي تورجي أنه بطل مثل هالأبطال. إذن برأيك مدريد كانت البذرة الأولى وأصله البذرة الأكبر. 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 لموضوع السرقة.
طبعا هون سأسأل سؤال، أنا أعرف أنك وقلت لي أنك ناقشت والملك حسين عن نظرتكم لما هو السلام في هذه المنطقة، بالوقت عم نحكي نتكلم عن ذلك وترامب يعترف أو نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وتقريبا ضاعت من العرب، تقريبا ضاعت من العرب كما هو يعني ظاهر في الإعلام، أو هناك مشكلة على الأقل. عندما كنت تتناقش أنت والملك حسين، كيف كنتم ترون الحل؟ يا ستي، جلالة الملك الله يرحمه بعد حرب 67 طبعا كان دخل في مفاوضات ودايركت وإندايركت مع الإسرائيليين ومع الأمريكان، وأخذ مواعيد وبطل وكذا، وكانت تتسرب هالمعلومات. مع كل أسف الطرف الآخر كان يرفضها أو يعود عنها الطرف الإسرائيلي بين فترة وأخرى، تعرف المماحكة السياسية. لا. آخر إشي قدم في مطلع أظن في أواخر الستينات، قدم مشروع جديد للإخوان الفلسطينيين اسمه المملكة المتحدة، وهو بعد قيام عندما تعود الضفة الغربية سيعطيهم الفرصة أنهم يبقوا أو يشكلوا نوع من الحكم الذاتي ويكون مشترك بيناتنا، وسماها المملكة المتحدة. يعني بين الأردن والضفة الغربية. بين الأردن والضفة الغربية. هذا المشروع نفسه طبعا رفض، رفض بات، سواء من العرب سواء من الفلسطينيين وما الإسرائيليين. لكن الفكرة التوحيد والوحدة أنا من الذين يؤمنون بها عمقا، يعني منذ الأصل. أصلا أنا من الذين أسسوا حزب البعث العربي سنة 42 فيعني بآمن بالقومية، يعني هناك العربية. في خلفية قومية. تطور هذا الفكر، فجاءت الفكرة بالكونفدرالية، وتحمس لها أيضا حتى أبو عمار في فترات متأخرة. فانطرحت الكونفدرالية على أساس أن يكون دولة فلسطينية ودولة أردنية، والتنين بنعمل دولة مشتركة اسمها كذا. طبعا كان مسميها جلالة الملك الله يرحمه المملكة العربية المتحدة. يمكن يعني رام الله الضفة الغربية والأردن والقدس بهالحالة، والقدس أصلا يعني الإيمان اللي موجود إنه القدس أصلا. لماذا يعني قبل شوي أنت تتكلمي عن إنه انتقال السفارة، السؤال اللي أنا بسأله لمعظم الناس، ليش من 48 لا قبل أكمن ما حدا ولليوم ما اعترف إلا الأمريكان جديدا اعتراف إنهم عاصمة؟ ليه الغرب كله ما اعترف؟ شو السبب؟ ليش الإنجليز ما اعترفوا؟ ليش الألمان ما اعترفوا؟ ليش الفرنسيين ما اعترفوا؟ اعترفوا بوجود إسرائيل لكن لم يعترفوا بالقدس أنها عاصمتهم. ليه؟ ولا سياسي جمع. أنا أعتقد شخصيا أنه لأنه مركز المسيحية في القدس، وهذا بيحميها، ولا يقبل الغرب المسيحي أن يكون سيادتها لغير أهلها. لنتحدث عن وادي عربة. طبعا يعتقد أنك مهندس هذا الاتفاق. أولا يعني لم تحصلوا على يعني ما كنتم تبغونه من ازدهار اقتصادي، من ازدهار للسياحة، من كل ما يمكن أن يأتي بعد السلام.
أنا آسف أقول أنه هذا الكلام غير دقيق أبداً. غير دقيق وغلط. يا سيدتي، يجب أن تتذكري أن الأمة العربية كلها والأخوة الفلسطينيين كانوا باستمرار يهاجموا الأردن بضرورة فك الارتباط مع الضفة، أي أنه لا تتدخل في الشؤون الفلسطينية صحيح. إطلاقاً، ولم يعترفوا بالوحدة الأردنية الفلسطينية ولا دولة عربية إطلاقاً. اللي اعترفوا باكستان والإنجليز اعترفوا، والباقي ولا دولة اعترفت بهالوحدة بيننا وبين الإخوان الفلسطيني، وأصروا على قطعها. وتم ذلك سنة 88 بمؤتمر القمة. فإذا صار الأردن مثل لبنان، مثل سوريا، مثل العراق، مثل أي بلد، مثل مصر، مثل مصر، مثل أي بلد آخر، نظرت له أنا مش مسؤول لحالي. وأنا أفهم هذه القطيعة أن العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية وخلوا الأردن يتخلى، لأنه ما خلوها مع الأردن عندما فكوا الارتباط، والملك حسين فك الارتباط. ولذلك كل ينظر إلى مصلحته. يعني أنا كشعب كدولة بدي مصلحتي. شو كانت مشكلتي أنا في الأردن؟ يعني إحنا معاقبين من الخليج ومن الغرب، وانقطعت أسباب حياتنا اللي إحنا نعتمد على الدعم الخارجي باستمرار. الشيء الوحيد، نحن الوحيدين المهددين بالوطن البديل. ثلاثة، ما أنا مأخوذ. أربعة، إن أرض محتلة. هذه كل الأشياء ما موجودة عند الأطراف الأخرى، ولذلك كل هذه الخمسة حصلنا عليها. حصلنا عليها زائد يعني دعم خليجي، ما نعاد دعم الخليج عاد. عاد لأنكم وقعتم وادي عربة. شو لك عاد؟ لحب عيوننا، والأمريكان أعفونا وأعطونا، والكمية الاقتصادية اللي تفضلت عليها. بس يمكن من الأمريكان والأوروبيين من سنة 94 لليوم كم بليون دخل علينا؟ على الأقل شيء 20-25 بليون. إذا رجعت حالتنا الاقتصادية. دكتور رئيس، أعطيني مشهد من هالمفاوضات بوادي عربة بينكم وبين الإسرائيليين تتذكروا. من المشاهد يعني صعبة لما جينا للمفاوضات عن الحدود، لأنه المشكلة أيضا بيننا وبين إسرائيل، طبعا اللي أخذت فلسطين كلها، هو الانتداب البريطاني. الانتداب البريطاني عامل الحدود بين الأردن وهون مثل الحدود بين طرابلس وبيروت، ما في إشي مرسوم تماما. كل اللي موجود عن الحدود الأردنية الفلسطينية موجودة في وزارة المستعمرات البريطانية، أن الحدود بين فلسطين وشرق الأردن تبدأ بنقطة من منتصف مدينة العقبة على البحر إلى أول وادي عربة، وتسير في بطن الوادي إلى البحر الميت، ثم في بطن البحر الميت من منتصف إلى نهر الأردن، بمنتصفه إلى نهر اليرموك. هذا كل شيء موجود، فكيف بدي أفاوضه؟ طبعا لا شك أنه راسبينها بهالشكل مشان تظلها فاتحة. فبدينا بدنا نسوي الحدود، حاولوا يتملصوا كذا، شو الحدود، منين الحدود وكذا. قلنا لهم هيك الحدود المكتوبة، هيك هيك هيك، يعني دخلنا في المفاوضات. طبعا تهلكنا حتى قبلوا بأن نتفاوض على هذه الحدود. لما إجا قال بطن الوادي، فبيسألني طيب كيف بتعرفوا بطن الوادي؟ قلت له انتوا كيف بتعرفوا؟ قال احنا بنعرفها، بطن الوادي هي النقطة المتوسطة بين أعلى نقطتين، النقطة هاي عالية وهاي منتصف، هذا بطن الوادي. طلبت من إخواني باللي بيفهموا بهالشغلة، لأنهم بيحسبوا لنا إياها، شو كيف هاي بتصير؟ طلع وإنه بدنا نعطيهم فوق الأراضي اللي ماخذينها، نعطي لها كمان شيء 400-500 كيلومتر مربع.
حاصل دخلنا في جدل طويل ورسومات وهاتوا قيم وحطوا إلى آخره، حتى وافقوا معنا أن بطن الوادي هو مجرى المياه. قالوا لي طيب هاي المجرى المياه تتغير، قلنا لهم احنا ما رسمناها، لا غيرناها بإيدنا ولا أنتم غيرتوها، هل موجود احنا بنقبله. وهيك صار، فرجعنا إلى ورجعنا 364 كيلو متر مربع، يعني قد مساحة غزة. دولة الرئيس عبد السلام مجالي، شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد، شكرا للمشاهدين لوفائهم، إلى لقاء الأسبوع المقبل.